ضربة مرمى لمصلحة فريق الجونة. على طول شريف إكرامي طويلة، شريف بيدور إنما عرفة بيغمزها كده ويسيبها على طول أيمن رمضان للحضري. بنلعب في الدقيقة 44 مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة مودرن، التعادل الإيجابي 2-2. وفي هنا إنما في ركلة حرة هنا حاسبها سعيد عبد الغفار على عصام الحضري. إن هو طبعا افتكر عصام الحضري إن سعيد عبد الغفار وقف اللعب عشان في لعيب مصاب من النادي الإسماعيلي، افتكر إن هو وقف اللعب عشان كده الحضري يعني نزل الكرة بارتخاء على أرضية الملعب ومسكها تاني. فوجئنا بصفارة سعيد عبد الغفار مدي ضربة حرة لمصلحة فريق النادي نادي الجونة. طبعا يعني هو افتكر ان سعيد عبد الغفار يعني كان بيحرص على سلامه اللعيب فوقف اللعب، والغريب ان الجهاز الطبي نزل، يعني هو الحكم طالما سمح للجهاز الطبي بينزل انه يبقى في خلاص خطوره على حياه اللاعب. هنا طبعا على العموم استوديو تحليلي في قناه مودرن هيبين كل المواقف التحكيميه، لكن هو الحكم الاقرب وهو اللي شايف وهو اللي ادرى، لكن الجهاز بتاع الاسماعيلي طبعا غير راضي. ضربة حرة لمصلحة فريق الجونة بتمثل خطورة في الدقيقة كام؟ في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة ضربة حرة لمصلحة فريق الجونة. هو طبعا حديث اعتراض طبعا من الكابتن طارق أبو الليل على حكم المباراة، بيقول هو المفترض انه اللعيبة كلها افتكرت انه واقف اللعب. وطبعا شوف الروح الرياضية من الكابتن اسماعيل يوسف بيطمن على عمرو السولية، هو ده الكلام يا كابتن اسماعيل، هو ده الكلام، هي دي الروح الرياضية اللي بنتمناها ونحبذها دايما في كرة القدم. لكن موقف صعب على النادي الاسماعيلي وموقف جيد لفريق الجونة. ضربة حرة لمصلحة فريق الجونة. هنشوف رضا، رضا شحاته، كابتن سعيد عبد الغفار. هو طبعا الكابتن سعيد عبد الغفار الحضري لما حس بارتخاء كده قال لك كابتن سعيد وقف اللعب، فمشي بالكوره خارج منطقه الجزاء ومسكها تاني. فطبعا كابتن سعيد عبد الغفار طبعا حكم حارس المرمى لا يسمح له بان هو يمسك الكوره خارج منطقه الجزاء بيده. هنشوف هنا رامي عادل، رامي ورضا شحاته ونور السيد. رامي اوبا انما سهلة، الحضري واقف في مكان والزمان المناسب. رامي عادل على طول طويلة من الحضري